صباح الخير مشاهدينا مجددا، حان موعدكم. توشتني كثير مع واتس كوكينج. واليوم اكيد نهار سبت، عندنا شيء طيب مع شيف بيير ابيعيلا. صباح الخير. صباح الخير. اشتقت لك اول شيء. هي والله قد ايه لنا؟ شيء ثلاث اربع جمعات. مزبوط، ما شفنا بعض. يلا بسيطة بسيطة. ايه ان شاء الله تكون هيك. اليوم محضر لي شيء كثير 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 طيب. مفروض مفروض مفروض. عم تشوف الانجريديان، في موز، في عندنا موز، في تمر في كراميل، وفي كراميل. الله. في جناش موتي انفوزي كافي. يس صح. سو اليوم كومبينيشن هيك لذيذ كثير، وبما انه بعدنا يعني باجواء رمضان اكيد تنستعمل تمر. اكيد رح يكون ديسير مسكوب بقلب ازازه كبايه فيرين. سو رح نعمل جناش مونتي انفوزي كافيه، رح نعمل مولو بانان، ورح نستعمل بانان فري ودات فري وكراميل. كراميل كثير طيب ديسير رح يطلع. يلا. اول شيء جربت اخفق على تحت الهواء تما نزعج المشاهدين على الهواء. سمعوك سمعوا شوي سمعوا نكزه. سمعنا التوب من ال سو نحن بالمولو بنان خفقت انا المقادير رح يمرقوا او مرقوا على الهواء. سو خفقت البيض والسكر كثير منيح مع بعضهم، وهلا هيدا موز مطحون بس. اوكي يعني جبت موز كثير كثير. قد الجراماج؟ في على الهواء. اوكي على الروسيت. في مرتين كريم. لا مش بهالروسيت. هلا بنجي لها على الروسيت. ايه بس هلا بس رح يشوفوا المشاهدين في مرتين حاطين كريم. رح نفسر عنه. هيدا الموز موز كثير مستوي، طحنتهم وذاتس ات، ما في شيء زياده زيدوا عليهم. رح نزلهم على البيض والسكر. اوكي. والافضل يكون مستوي مزبوط. افضل واطيب. اوكي سو بنخلط كثير منيح مع البيض والسكر هون. دونك موز مطحون اكزاكتلي وهون حطيت اللوز بودره والبيكنج باودر. سو كمان بنزلهم كلهم سوا. سو هيدا جلوتين فري لحديد. هلا اذا بدك وهيك. ايه ما فيه جلوتين. سو بنخلط كثير منيح. اوكي. روسات كثير هينة. يعني ماشي خفقنا البيض والسكر كثير منيح مع بعضهم. رجعنا زدنا عليهم الباد بنان. اللي هي مش شيء ارتفيسيال او شيء. موز. موز طازة. طازة. بس مستوي. مستوي يعني بس يسودوا الموزات عندنا بالبيت. احلى شيء نعمل فيهم جاتوه مثل هيدا. هيدا الكيك بننزله هالبسكويت مولو بننزلها على قلب مول لنخبزها. يعني هلا تعلمت منك شغله. شو؟ كان كثير طالع على بالي اعمل شيء بلا جلوتين. لانه هالفتره انا مخفف الجلوتين او موقفته اذا بدك. فينا اذا حدا عنده مشكله. هيدا اتس بيرفكت ريسيبي صراحه. مع القهوه العطيبة. يس. مع الموز كمان. واو. سو هون انا سكبت الكيك تبعي بقلب مول كيك، بس اللي رح استعملهم سكبهم انا بقلب صينيه رفيعه. كمان نفس الشيء. اوكي. قد ايه وقت بالفرن؟ حسب الفرن على 180؟ لا بدنا بس يكون هيك في فوليوم. يعني اذا عم نخبز بمول في سماكة لازم نخبز وقت اطول وحراره اوطى. اذا عم نخبز شيء سريع 160 يعني 165 تقريبا منيح. بس اذا بدنا نخبز هيك شيء ترفيع هول ما بدهم شيء، بدهم 6-7 دقائق على 180 درجه. اوكي كثير منيح. وهي نفس الروسيت اللي هلا فوتناها على الفرن. اكزاكتلي exactly. انا هون خبزتها بهيدا المول وانا بشكل جاتو وهون بدنا نستعمل صح. سو هلا للجناش مونتي مثل ما كنت عم تقولي ستيف، في اثنين كريم. ليش في اثنين كريم؟ لانه في عندي كريم انفوزي من امبارح بالقهوه. يس انا حطيت فيها الجراندو كافيه من امبارح.
اوكي، هو الجراندو كافيه هن اللي حيعطوني كل الطعمه تبع هيدي ال اوكي. فينا نحط كافيه انستانتاني او شيء اذا ما عندنا جراندو كافيه؟ فينا، بس انه يعني بذر القهوه أكيد. موجود وين ما كان. وانا بدي طعمه، ما بدي فينا نحط قهوه بودره بتصير كثير قوية، بس بس البودره بودره الكافيه ما بتدوب، سو بتضل يعني رح يضل رح تضل في جرانولاسيون بقلب. هون هلا بدنا نصفي مزبوط، هون بنصفيها بنرجع بالاخر. اوكي هلا حطيناهم على النار، وانت حاطط الكوفي بينز بالكريم قبل بليله، قبل بليله بالبراد صح. سو بنسخن كثير منيح هلا. أوكي. نغلي. اوكي نغلي. هون عندنا شوكولا. اوكي الشوكولا شوكولا بلان. اذا حطينا الكافيه دغري بنفس يعني هلا حطيت البن وغليتها، اذا البن حب ما رح يعطيني الطعم اللي بدي اياها، ضروري ننقع من قبل. ننقع قبل ما نقع. اوكي الطعم رح تكون بتعب. هي اهم بارت صح يعني. صح صح، في قصص في قصص بالباتيسري بنعملها انفوزيون قبل بوقت. اكيد في قصص بنعملها دغري، بتكون دغري بتعطي يعني طعمه بويسانس بالطعمه. الكافيه احلى ننقع قبل بوقت. اوكي واذا ما بدنا يطلع في عنا يعني بودرة كافيه بقلب شو اسمه. بس الكافيه انستانتاني بتدوب. ايه. يعني ايه بس ما رح يعني انا ما بحب لانه مش مثل الطعم اللي رح تطلع هون. أكيد. غير شيء اكيد. وكمان فينا نغير نوع البان، نروح على شيء اذا 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 استعملنا ما بعرف بان شوي اسيدك رح نحس فيها بالروسات. سو كثير بتفرق هول القصص. ايام نفس الروسات مثلا بيدوقها حدا عندي بيقول لي اعطيني الروسات، بيعملها بتطلع شوي فارقه، بيكون هو قصة القهوة. قهوة او تدوية او الاسيديتي صح. سو بحيالله شغله مش بس بالكافيه يعني بتفرق، اذا غيرنا نوع شوكولا بتفرق، اذا غيرنا فينا نحط قهوه مع هيل اذا بنحب. ايه بتعرفي كان لازم احط هيل لفتي لي نظري لانه هون مع تمر وبتطلع كثير طيبه مزبوط، او مسكي او هيل او انا هول انا ستاف ما بحب الهيل بالقهوه بس اشربها، بس بحب بالسويت. ايه كثير طيب بالكومبينيشن. انا بحطها مع اللحمه المفرومه وهيك بتعطي طعمه كثير طيب. ولا نايس. هيدي الشغله هي ارمنيه. لا مش حب للهيل لانه امي بتحط كمان بكل شيء كمان. نوجه لها تحيه. بعرف امك ارمنيه وانا كمان، بس ما عملت اللينك مع الهيل. ما بعرف من وين جايبينها يا قصه الهيل. أبعد. طيب عظيم. سو هون نحن ما عم تشمي ريحه الكافيه شوي بلشت. سو هلا هون عم نسخن كثير منيح. قد ايه وقت بدهم على النار؟ بس تتغلي لانه ديجا منقعينهم قبل. ايه بس بدنا نغليها لنخلي لتدوب الشوكولا. ايه بدنا نصفيهم، ما رح نخلي ال لا ما رح صفي هلا، رح اتركهم كمان يبقوا اوفر يعني ليعملوا هلا. في ناس بيحبوا القرشه طيبه الكوفي اذا بقيت هيك، انا بحب ما رح تبقى هذا المشكله لانه اوريدي حبوب البن شربت من الكريم. سو صارت طريه. صارت طريه، ما عاد عندك تكستشر كافي كروستيان، ما بقى في قرشه. ايه هون لكن ليش حطينا ليش حطينا دو كريم هون؟ اول بارت عملت انفوزيون للكافيه فيها وزدتها على الشوكولا. اوكي ثاني كريم هلا ثاني كريم رح تجي تزيد رح تجي تسرع لي الكريستاليزاسيون تبع الروسيت كلها سوا. اوكي سو مش كل الكميه بتكون سخنه، سو تما تاخر الروسيت بالكريستاليزاسيون. هيدي ماس جيلاتين. جيلاتين اوكي. هون الجيلاتين هيك معي انا لانه ماس جيلاتين نحن بنشتريهم جيلاتين نحطهم بالمي شيتس و 100% هون السوبر ماركت. هيدا انت شيف؟ لا 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 هيدا اللي بدي افسره. الجيلاتين ماس هي الجيلاتين فويل اللي انتم بتشتروه بالسوبر ماركت او الجيلاتين باودر،
بس بنزيد عليها خمس مرات كميه المي، سوري خمس مرات وزنها مي. مي يعني اذا عندنا 10 جرام بنزيد 50 جرام مي بنزيدهم على الجيلاتين. اوكي. اذا الورقه وزنها 10 جرام مثل البودره اذا وزنهم 10 جرام، سو على طول بنزيد خمس مرات وزن الجيلاتين مي وبنخلطهم سوا. اذا كانت فاي بنسخنهم بندوبهم مع بعض نرجع بنصير نشيل شقف منهم ونستعملهم لانه اهين، بدل ما هلا كنت انقع الفويد الجيلاتين تبع بولتي وانطرون ومدري شو، راح حطيت الجيلاتين تبعي دغري. وبالبودر نفس الموضوع. سو بس نقرا هلا في كثير بدقوا لي ايام بيقولوا لي انه شفنا روسات على يوتيوب بس حاطين انه جيلاتين ماس. شو جيلاتين ماس؟ هي والكميه كثير كبيره بالنسبه للريسيبي. سو يوجوالي لانه بروسات مثل هيدي مثلا بدنا 5 جرام مثلا جيلاتين، بعد شوي بنقرا انه لا 30 جرام و40 جرام. اذا بنحط جيلاتين فاي 30 جرام يعني بيجمد كل شيء بكتب الروسات. اكيد بصير عندنا جيلو. جيلو بصير جيلو. سو هون خلطنا جيلوتين. خلطنا كل شيء مع بعضه. هلا بنجي بنزيد الكريم. الكريم المسقع. بنحركهم كثير منيح. اوكي. اند ذاتس ات. هون قد ايه قلتي لي رنا؟ 8 minutes. اوكي. سو هدول ريدي تيفوتوا على البراد. اوكي. ثلاث ساعات مينيموم. بيطلعوا هيك. بيطلعوا سو هون هيدي نفس الروسات بس انا خفقتها، هيدي غناش مونتي بس اوكي بنحطها بالبراد مثل ما قلت، بنرجع بنخفقها. هلا شفتي كيف هي الكيد؟ ايه؟ هلا بتبقى هيك ثلاث ساعات مينيموم للشوكولا يعمل كريستاليزاسيون مضبوطه، برجع بشيلها بحطها بجاد وبخفقها كثير منيح. اند ذاتس ات، بيطلع عندي هالتكستشر هالتكستشر اللي هون. سو عظيم. هلا انا للديسير، سو بما انه مارتيني البسكويت تبعي جاهزه مارتيني كابس. ايه او فينا نعملها بجات جات او جات كبير. ايه. بدل ما نعمل جاتو مونتاج وهيك بجات كبير. سو اول شيء رح نعمله ما ننسى الجاتو بالفرن. لا لا ما تعطيهم، ما بدنا نحرقه. لكن هيدي روسيت جلوتين فري. It is. So رح نحط بالفيرين كناش مونتي كافي. هلا رح اجي شقف سكر عليهم بي. الكيك يلي اباز دو بانان و الموند فلاور. مزبوط. يس. هلا بدنا بنان. بنان مع البلح مع طعمة القهوة والكراميل. واو. ايه هو كومبينيشن مش معودين للناس بس انه بس كثير طيبه. هلا اذا عملناهم بجات يس بنحطهم وي سبريد ذا كريم وبنرجع بنحط كوش بنان بنرجع بنحط كوش. ايه فينا ما هي المونتاج انه حسب الواحد كيف بده شكلها. بس الفيرين بدنا نشوف كل الكبايه يعني من برا، سو لازم نهتم بالبرزنتيشن. اكيد. هلا حطيت كراميل ساليه، برجع كافي. رجع بسكوي. هون عم زيد شوي فوق لانه عرضت
طيب خلينا ناخد بريك، يلا نرجع منتابع سوا ومنشوف البرزنتيشن. يعني بنكفي البرزنتيشن هلا. كراميل، كراميل، جرب الكراميل اللي يبين على الطرف حلو بيطلع. لاحظنا مشان هيك عم نعمل ببرلين. مزبوط صح. هلا هلا فينا نحط بس شوكولا اذا بدنا، وين؟ يعني بال بال بالدسير. ايه بيلبق معهم شوكولا، بس انا رحت شوكولا بلان وكراميل. كراميل بس شوكولا بلان. هلا تشوفي انتنس طعمه الكافيه. ايه شو هون هلا حطيت التمريت اون توب، ورح اجي سكر. رح سكر بطريقه شوي يعني بالبوش بطريقه يعني بسكوب وعمل موفمون هيك لجوا شوي. نفس الستيل فينا نعتمده بس على كبير. ايه على بنحط نفس الطريقه على جوت جوت ازاز كمان يبين اللايرز فيه. عملنا لكنك كذا لاير. هيدي الجناش طعمة كوفي. هالجناش كوفي. عملنا الجاتو يلي اباز دو بانان مع الموند فلاور وبيض وسكر. مزبوط صح. وهلا عم نزيد حلو حلو. نو انا بحب الدسيرات اللي بالفيرين صراحه. ايوه ببين الليل كل واحد كل واحد بياكل تبعيته. وكثير حلو كمان هلا نحن مش معودين بلبنان يروح حدا يشتري جات ديسير جات مثلا ترانسبارون ترانسبارون. حلو معودين نشتري جاتو، بس انه كثير حلو ينعمل بجات ينسكب. كثير هيك خرج البيت يعني. Très joli. Nice. Thank you, Pierre. Have a nice weekend. أنت كمان. مشاهدينا أنا برجع بشوفكم بكرة على راد. ما تنسوا البسمة. باي باي.